السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كما أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ سلطان البازعي رئيس جمعية الثقافة والفنون، مساك الله بالخير. مساء الخير. ومعنا أيضا الدكتور ماجد تركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، مساك الله بالخير. ثم معنا الدكتور عبد الرحمن العناد المستشار في مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، مساك الله بالخير. أخيرا معنا الشيخ حمود الناجم المحامي والاستشار الشرعي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. أهلا بكم وإلى موضوعنا الأول. أسبوع مضى على الخطوة الروسية التي حولت موسكو من أحد اللاعبين السياسيين إلى أهم الميدانيين في الأزمة السورية، وباتت روسيا هي الطرف الفاعل والأقوى الذي جاء من الصفوف الخلفية ليتصدر المشهد، فطائراتها تجول في الأجواء السورية وتضرب أهدافا محددة، وصواريخها العابرة وجدت في سوريا مستقرا لأهداف هي تقول أنها إرهابية، فيما الجميع ينظر إلى أنها تستهدف الجيش الحر. في المقابل لا زالت أمريكا تسعى لإيجاد معادلة تعيدها إلى المشهد مرة أخرى. يا أستاذ سلطان، بعد ما حدث يعني كيف تقرأ الواقع؟ يعني كيف تقيم حجم التغيير والوقائع التي يمكن أن تحدثها أو يحدثها تدخل روسيا على الأرض؟ والله أولا في مؤشرات لا شك لابد أن تكون مقلقة. المؤشر الأول هو التصريح الذي صدر من المسؤولين الروس بعد الطلعات الجوية الأولى، قال أنه تم ضرب أهداف إرهابية بالاتفاق مع النظام السوري. فهذا يعني أن برمجة الأهداف الإرهابية هي قائمة على تعريف النظام السوري، نظام بشار الأسد، للإرهاب. وهذا لا شك أنه يعني يعرف الجميع أنه يشمل في البداية الجيش السوري الحر وبعض الفصائل المعارضة المعتدلة، وليس بالضرورة أن يشمل داعش كما أعلن الروس أنهم قادمون لمن أجل الحوار فيه. روسيا نعرف جميعا أنها ليست بعيدة عن المشهد من البداية، من البداية، وهي كانت حاضرة، كانت تستضيف في موسكو لقاءات وحوارات مع المسؤولين السوريين ومع مسؤولين من المعارضة السورية، وكانت وجودها دائما على بالصيغة الدبلوماسية. في الآونة الأخيرة لا شك أنه بدأ الظهور أو اتخذ القرار في الكرملين أن يكون الحضور على الأرض، وتم ذلك من خلال شحنات أسلحة في البداية ثم الحضور المباشر الذي رأيناه جميعا. طيب أبي أشوف الشيخ حمود، وجود إيران يعني ضمن الائتلاف الروسي، ألا تعتقد أنه يمكن أن يشكل عائق أمام الروس للتقارب مع الأطراف العربية والخليجية على وجه التحديد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من المفارقات الغريبة في دخول الروس إلى الساحة السورية أن إيران أنشأت بما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة، وهذا المحور أن نعرف أنه نشأ ضد إسرائيل. الآن أصبحت إسرائيل جزء من هذا، من محور الممانعة والمقاومة، من حيث تشعر إيران أو لا تشعر. يعني هي مشاركة، لكن مشاركة إسرائيل في الساحة السورية هناك استثناءات داخلية هذا المحور، وهو أنه إذا قام النظام الإيراني، النظام بشار الأسد، بإرسال بعض الأسلحة أو تهريبها إلى حزب الله، ومن باب يعني تهجئة الأسلحة، إسرائيل تقول سوف نضرب هذه الأسلحة التي ستنتقل من النظام بشار إلى داخل حزب الله في لبنان. هذه المفارقة الغريبة في محور الممانعة والمقاومة تقودنا حقيقة إلى تساؤل كبير جدا، وهو لماذا هذا المحور الذي يزعم أنه طول السنوات الماضية والعقود الماضية ممانع، أنه ممانع، ينهار الآن انهيار كلي، ولم نجد حقيقة أي صدى أو تعليق عليه حتى حقيقة في يعني الإعلام الغربي، خاصة الإعلام الغربي، يعني بما فيها أمريكا تتابع متابعة دقيقة وتضع يعني هذا الحزب والإنذارات الموجهة إليه، لكن حقيقة أنها لم تتخذ أي إجراء أمامه. الجانب الآخر في الساحة السورية وهو حقيقة مؤثر جدا، وهو أنه على قدر ما تكون كثافة
الدخول الروسي على حساب الدخول الإيراني في سوريا نجد التقدم والتكتيك المباشر لداعش. أي أن القوات التي يزعم روسيا أنها ستكون قوات برية وستكون من إيران ومن النظام اللي هو الجيش النظامي السوري أنه حقيقة لم يكن موجود على الأرض. الذي موجود حقيقة كقوات برية حقيقية وتزحف تحت ظل هذا القصف هو قوات داعش. ولك على سبيل المثال ترى ما حدث الآن في حلب، يقصف الروس فيتقدم داعش ويحتل هذه المناطق التي تم قصفها. طيب هل باختصار هل تعتقد أنه يعني هذا يعني تدخل سيعيق علاقة الروس مع الخليجيين؟ يعني من يتوقع ويخمن في هذا يقول أنه ستخرج إيران كليا من هذه الساحة وستحل محلها روسيا. وأعتقد أن إيران ليس لها خيار، ليس لها خيار، لأنها حقيقة هي طلبت أن تدخل روسيا باعتبارها حليف، لكنه حقيقة ليس حليف وإنما هو بديل أصيل في الساحة السورية. دكتور عبد الرحمن، أيضا مع هذه التغيرات التي حدثت، يعني كيف تقيم الحسابات الأمريكية والعربية في مع هذه المستجدات؟ والله شوف، يعني أنا أخشى أن يعني ضحية مؤامرة روسية غربية أمريكية، لأني أنا لا أتصور أن روسيا تستطيع أن تقوم بأي تحرك بدون علم أمريكا، بدون التنسيق. وواضح يعني منذ بداية الثورة السورية أنه لا توجد إرادة دولية للإطاحة بنظام بشار. وبالذات أمريكا. وبالذات أمريكا وروسيا. وروسيا من البداية تصر على استمرار بشار ضمن أي حل في مستقبل سوريا. وهذا بصراحة يعني مزعج، يعني من المستحيل أن تكون روسيا يعني لاعبا وحيدا ولا تنسق مع أي قوى أخرى سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الدول الغربية. هذا يعني هذا أخطر. يعني أنا أتمنى أن روسيا تقوم بما تقوم به الآن رغما عن أنف الغرب وأمريكا، لكن ما هو بهذا صحيح. الغرب وحلف الناتو عندما أراد أن يطيح بالقذافي طارده في بيته في العزيزية. صحيح صحيح، وكانت روسيا معترضة ولم يسمعوا لروسيا وقتها، ومن وقف ضد القرار الأممي هي روسيا طبعا من البداية. حتى القرارات لم يصدر قرار أممي بشأن سوريا بدون فيتو روسي. يعني هو قيل الآن في التقرير أن روسيا جاءت من الصفوف الخلفية، هي أصلا لم تكن في الصفوف الخلفية، هي كانت في الأمام منذ بداية الأزمة السورية، وهي كانت حاضرة وتصر على استمرار بشار ونظام بشار. ممتاز. أنا تعمدت أنه أخليك في الأخير يا دكتور ماجد. أنا مستمتع جدا. وباعتبارك خبير ومتخصص في الشأن الروسي، سؤالي بعد كل هذه المشاركات اللي الكريمة من الزملاء، هل نستطيع أن نعتبر يا دكتور ماجد أن الأمر قد حسم لصالح النظام الروسي بعد تدخل روسيا؟ سأريد تضيف جزئية في تقرير ملفت نشرته أو تحليل نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية، تقول كالتالي أنه نظام بشار لجأ للروس بعد أن اكتشف أنه ضعف تماما أمام النفوذ الإيراني في سوريا، وأنه لا يستطيع أن يحرك أي شيء بدون الرجوع لإيران، وأنه اعتبرت سوريا محتلة إيرانيا، وأنه اللجوء للروس هو لفك هذا القيد الإيراني. إذن طبعا أربط الثنتين، لكن السؤال الأساسي بالنسبة لي يعني أنا، هل حسم الموضوع لصالح بقاء بشار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشهد السوري حقيقة غامض لسبب، أنه لعبة استخبارات ليست لعبة حرب. لعبة الحرب عادة معطياتها واضحة، تتعاطى مع 1+1=2. القضية الآن هي لعبة استخبارات. هو مشروع أمريكي في المنطقة تاريخيا من 5 سنوات عمليا ومن 10 سنوات تخطيطيا مع إيران. والاتفاق النووي كان جزء من المشروع الأمريكي مع إيران في المنطقة. إسرائيل داخلة في اللعبة من بداية الأزمة السورية، بعد 6 أشهر من بداية الأزمة السورية صرح موفاز بدعوة العلويين يكونون لاجئين في هضبة الجولان كحد فاصل ما بين، وهذا جزء من اتفاقية سايس بيكو القديمة أنه يكون في فاصل ما بين إسرائيل وأي كيان عربي آخر يقوم.
كانت الجولان، الآن الجولان حسب دعوة مفاز أن يكونوا فيها العلويين. هذه جزئية. الجزئية الثانية أنه لا يمكن أن تفصل الملف السوري عن الملف الأوكراني، وهي القشة التي قسمت ظهر البعير في اجتماعات الأمم المتحدة. أنه اجتماع أوباما مع بوتين صار في مساومة فيما يتصل بالملف الأوكراني. روسيا لا يمكن تفاوض في الملف الأوكراني. قرم أو أوكرانيا؟ القرم بجزئياته، طبعا السيطرة العامة على أوكرانيا، ولكن القرم بجزئياته الشرقية والجنوبية. طبعا موسكو تعتبر هذا تحدي وعناد أمريكي وصرف أمريكي، لأنها تعتبر هذه منطقة جغرافيا تاريخيا ديموغرافيا كل شيء هي جزء من روسيا. فأرادت روسيا أن تفرض الواقع. وهذا يعيدنا إلى 2008 حينما تدخل جورج بوش الابن ودفع رئيس رومانيا جورجيا إلى 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 احتلال أوسيتيا الجنوبية. أوسيتيا أساساً هي تنتين شمالية وجنوبية، واحدة تتبع إلى فدرالية روسيا واحدة تتبع إلى جورجيا. فلما تدخلت عسكرياً وسيطرت عليه سيطرة كاملة، كان ذيك فترة بداية مدفيديف، وكان الأمريكان يعولون على أن مدفيديف شخصية ضعيفة جديدة ليس كشخصية بوتين، وكان وقتها في الصين. فتدخلت روسيا بقوة عسكرية ضاربة، خلال 24 ساعة استعادت أوسيتيا كاملة وحيدت جورجيا، وما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية التحرك في هذا الاتجاه. نفس السيناريو يتحرك بتغير يتكرر بتغير الرموز فيما يتصل بسوريا. اتفق مع الإخوان، روسيا حاضرة في المشهد السوري من البداية. ومن بداية الأزمة في أكثر من قناة كنت أتحدث أقول الموقف الروسي من بدايته واضح، نختلف معه ولكن سيستمر بهذا الموقف إلى نهاية الملف السوري. تقصد نختلف معه نحن السعوديين؟ نختلف معه يعني في المملكة خليجيا وسعوديا، نختلف معه في الموقف من بشار، ولكن سيظل واضح في الوقوف مع نظام بشار. كنت أقول الخطر عندنا من الملف الموقف الأمريكي، لأنه متحول كل ستة أشهر تقريبا إلى سنة ستجد مشهد أمريكي جديد بناء على معطيات معينة. الآن وجود روسيا مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية جعلنا حقيقة في مواجهة دولية، وهنا في استدعاء للصين. الصين طبعا قادمة، والصين هي قادمة بحكم الشراكة الاستراتيجية والعسكرية الدفاع المشترك فيما بين ليس مع الدولتين بل مصالح الدولتين خارج حدودهما. لذلك فيه ناقلتين تتحرك الآن، تحركت من أسابيع يتحدث أنها قد تصل خلال 3 أسابيع إلى سوريا وتحمل 75 طائرة وقوات عسكرية، بمعنى أن المشهد أصبح تصادمي دولي. إذن يستلزم الحراك على المسار الدبلوماسي لمحاولة تهدئة الأمر. أنا أحمل المسؤولية كاملة إلى الائتلاف. الائتلاف تجمد خلال السنة الأخيرة، الائتلاف السوري عاش في رغد ما بين تركيا وما بين قطر، وغاب حقيقة عن أداء أدوارها الحقيقية في نقل الملف السوري من التصادمية العسكرية إلى الدبلوماسية. وهذا هو المشهد الآن، انعكس، أصبحت سوريا هي مسار عسكري وليست مسار دبلوماسي. يعني في النهاية الخلاصة سيبقى بشار؟ بشار الفرقاء كلهم متفقون على بقاء بشار. كل الفرقاء بدون ما نعدهم كلهم متفقون، بالذات مرحليا، لأنه الآن لو سقط بشار من بديل بشار؟ بديل بشار في مناطق، بشار سلم إيران الموانئ والمطارات وكثير من الإمكانات، وسلم داعش الآن يستلم كثير من المناطق. الولايات المتحدة الأمريكية في تحالفها ما ضربت داعش الحقيقية. لو لاحظنا الضرب اللي حدث لداعش تلاحظ أن في الأسماء والرموز الداعشية القديمة التي هي امتداد القاعدة، أما الرموز الداعشية الجديدة اللي جاءت في الولادة الجديدة لداعش لم تضرب، حتى المساحات الجغرافية المكشوفة لداعش لم تضرب. تقول على فكرة الفرقاء كلهم متفقين؟ الفرقاء كلهم، هل بما فيهم السعودية؟ ما أريد أن أسمي لسبب، أنا حتى الائتلاف السوري أنا جلست مع الائتلاف السوري، الائتلاف السوري في داخلهم لا يريدون سقوط بشار الآن. لأن أولا هم ليس لديهم مشروع مدني أو مستقبلي للسياسي لسوريا، ليس لديهم أسماء متفق عليها. من يقود الائتلاف السوري الآن سواء سياسيا أو عسكريا؟ بل حتى الأسماء التي وضعت تآكلت بسبب تصادمية داخلية في الائتلاف. الائتلاف غير جاهز، لا في مشروع، لا في دستور، لا في شخصيات ممكن أن تقدم على الساحة وتقنع المجتمع الدولي أن هذا هو المستقبل السوري ولن يكون على غرار العراقي أو على غرار الليبي. ممتاز، فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم إلى موضوعنا التالي.
فجأة انقلب المشهد فوقا على عقب، فبينما قوات التحالف تحارب الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفيما بدأت المدن اليمنية تتنفس الحرية، اخترق ذلك المشهد صاروخا يحمل توقيع داعش معلنا عن وصوله أرض اليمن. تنظيم داعش الإرهابي دخل على خط الأزمة اليمنية ويبدأ بعملياته ميدانيا في سعي نحو تعزيز تواجده في جبهة جديدة وفي ميدان ملتهب على الصعيد العسكري. دكتور عبد الرحمن، أنا بالنسبة لي طبعا داعش دائما يعني عندي فيها حالة اشتباه، يعني عندما إلى حد ما بدأت ملامح القطاف في اليمن دخلت داعش وسجلت حضور يعني تدميري كعادتها. كيف أنت شايف أو كيف تفسر هذا الحضور؟ أولا يعني أنا أعتقد أنها تأخرت كثيرا في الدخول لليمن. إذا كانت داعش اللي وصلت إلى سينيا ووصلت إلى ليبيا، في اليمن أرض جاذبة أكثر لتنظيم إرهابي مثل داعش. وأكثر ما يخيفني في مستقبل اليمن هو أن يكون حضورها بشكل لافت حتى بعد عودة الشرعية في اليمن. ستظل يعني اليمن حاضنة قوية للتنظيمات الإرهابية اللي الآن أصبحت أهمها داعش. اليمن في أحسن حالاته سابقا في حالات الاستقرار السياسي كان مرتع خصب للقاعدة، وانطلقت من أراضي اليمن عمليات تستهدف المملكة واختراقات للمنافذ الحدودية عدة مرات يعني حصلت هذه. فما بالك يعني في حالة اللا استقرار في اليمن. فأعتقد أن يعني هذا في الواقع هو من الأمور الكبيرة التي تخيفني، وربما كانت هذه يعني مدعاة في مرحلة من المراحل إلى دعم دول الخليج لعلي عبد الله صالح وما إليه. كان هناك تخوف كبير في البداية من نمو القاعدة والتيارات الإرهابية في اليمن. ممتاز. فنأمل إن شاء الله بس إنها يعني ما لا تزيد، لكني لا أتوقع هذا التنظيم الأخطبوط اللي كأنه يعني شيء نما بشكل مدهش يعني وعجيب. وأكثر ما يثيرني فعلا وصوله إلى ليبيا تحديدا، فما بالك في اليمن. اليمن مغرية أكثر. طيب خلينا نشوف الدكتور ماجد، لماذا هذا التوقيت؟ لماذا اختارت داعش الدخول أو المشاركة في اليمن في هذا التوقيت بالذات؟ هل هناك يعني تشم رائحة مؤامرة يعني من قبل يعني الحوثيين؟ ليس من قبل الحوثيين فقط، من قبل صالح حقيقة. يعني صالح هو اللي عطى القاعدة المساحة، وهو اللي طبعا الآن قضية هذا حراك داعشي، هذا سهل النسبة، سهل أنهم ينسبونه حقيقة. لا شك صالح طبعا ورى القضية وكشفت كثير من الأمور، تحكي عن سنين طويلة كيف كان هو الحاضن حقيقة للقاعدة، وهو الآن أي عدو للتحالف أو عدو للشرعية هو صديق لصالح. فيما يتصل باليمن، داعش في اليمن في نقطتين مهمتين أنا في ذهني. النقطة الأولى يجب أن حقيقة أن يستعجل في الحسم في الملف اليمني، وأن لا يعني نسير مع طلب الهدنة ومع طلب التفاوض اللي الآن يشتغل عليه الحوثي وجماعة الأمم الأمم المتحدة، لأنهم بدأوا يخنقون، فيجب أن يستمر البرنامج بقوته حتى يحسم الأمر. الجانب الآخر لابد من التخلص من علي عبد الله صالح. أي صحيح. بأي شكل يجب أن يخرج من اليمن، بأي شكل من الأشكال يجب أن يخرج من اليمن، لأن الرجل هو العمق الحقيقي للعبث في الداخل اليمني، ولن يسمح لأي استقرار في اليمن ما دام هذا الرجل موجود. ممتاز أستاذ سلطان. يعني بالفعل الآن لما طلبوا الحوثيين وصالح الهدنة أو الموافقة، ألا تعتقد أن فيها يعني محاولة لتمديد أمد الحرب؟ أولا هذا لم يثبت حتى الآن، يعني ما أعتقد حتى التقرير الوحيد اللي ظهر على موقع ونسب إلى موقع بي بي سي، لكن لم ينشر في مواقع أخرى في وسائل إعلام أخرى. القضية الثانية أن داعش ليس هذا الظهور الأول لها في اليمن، سبق أنها ظهرت ولو على شكل خفيف، لكن توقيت ظهورها الآن هو لا شك لإبطال الحالة الانتصار اللي يعيشها التحالف ولتعيشها الشرعية، الحكومة الشرعية في اليمن، بضرب محاولة ضرب الرموز
هذا الوجود في عدن وهو مقر رئيس الوزراء، مقر قامت رئيس الوزراء ومقر تجمع للقوات. نائب الرئيس رئيس الوزراء. وجودها لا شك انه داعم للقوات التمرد الحوثية، والمؤكد علي عبد الله صالح زي ما اشار الاخوان انه القاعده موجوده اساسا في اليمن حتى الان. القاعده يعني لم تتحرك، لم نشاهد لها تحركات منذ بدايه عاصفه الحزم، لكنها موجوده وساكنه ويجب التعامل معها في وقت من الاوقات. لابد من التعامل معها حتى لا تتحول هذه الامكانات اللي موجوده عند القاعده في كما تسمى في الجزيرة العربية حتى تتحول إلى قوات بصيغة داعشية، لأنها من السهل تحويلها في هذا الحالة. ممتاز شيخ حمود. طيب ألا يضفي ذلك يعني ما حدث يعني شرعية على حرب المملكة على الإرهاب وعلى داعش، هذه يعني مشاركة داعش اللي حصلت في اليمن تؤكد توجه المملكة تجاه داعش؟ أنا أذكر المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي قال في لقاء تلفزيوني مع قناة كبيرة إخبارية، قال أننا لم نحرك حتى الآن جماعة داعش، يعني هو يقر بأن داعش موجودين في اليمن وأنها على اتصال مباشر مع جماعة أنصار الله اللي هي طبعا تشكل الأساس للجماعة الحوثيين، ونحن نعرف أن داعش يعني هي الوجه الدموي للقاعدة، يعني هي الوجه البارز في الدموية والقتل والإرهاب ضعف داعش. صحيح. إن كانت داعش يعني الخلافات معها خلافات فكرية عقدية إلى حد ما، لكن خلافنا مع داعش حقيقة خلاف وجود، يعني داعش لا تؤمن بهذا الوجود. المثير في هذا أن يعني عاصفة الحزم حققت سيادة، يعني سيادة على المناطق المحررة، لكن الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن هذه السيادة يعني سيادة ليست مطهرة كلية، في خلايا نائمة، بدليل أن التفجير الذي وقع كانت فيه احتياطات أمنية ولذلك لم يصاب نائب الرئيس والقيادات الأمنية، إذن فيه معلومات مؤكدة استخباراتية أن هذه يعني موجودة وأن هناك خلايا قد يعني تكون هي حقيقة تقضي على نشوة النصر، وهذه الاحتياطات حقيقة يعني واضحة وجدية. هذا اللي يقوله الدكتور ماجد. أنا لم تؤثر كثيرا. يعني. أنه يسرع في إنجاز. تفضل إيه بس. أنا أخشى أن في هذا التوقيت خروج داعش هو لغرض أن تعداد الخصوم في المنطقة فيما يتصل اليمن، وعدم أن يحقق التحالف أهدافه من خلال طيب هزمت الحوثي وهزمت الانقلابيين. هناك أمر آخر. لذلك العابثون في شؤون المنطقة وعلى رأسهم إيران هي تتحرك حقيقة في هذا الاتجاه، لأنها خنقت الآن في مسارات تريد أن تحدث نوع من التنفس في هذا الأمر. طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم إلى موضوعنا التالي. لا يمكن وصف شعور المتقاعد أو ذلك الذي يوشك عليه وهو يستمع إلى تهديد صندوق التقاعد بالإفلاس، فالموارد التي يتحصل عليها الصندوق سنويا وفرص الاستثمار العريضة لا توحي بذلك، ولكنه مع هذا يدخل في أزمة تلو الأخرى، ونكأ مجلس الشورى الجراح بمناقشة حال الصندوق والذي يبدو في أسوأ حالاته من خلال تحذيرات بأنه سيعلن الإفلاس خلال 6 أعوام إذا استمر على وضعه الحالي. دكتور ماجد، كيف نفهم أنه صندوق يعني بهذا الحجم وهذه القدرات والإمكانيات المادية يمكن أن ندخل يعني في أزمة من هذا النوع؟ طبعا أنا يعني قرأت من مدة تفاصيل الموضوع. ويبدو أن الأزمة تتكئ على مشكلة سابقة وهي خسائر مثلا في استثمارات وفي أسهم وكذا، فحدثت خلل في التوازن المالي للصندوق. ولكن يعني ما في مؤشرات حقيقية، دائما عادة الدراسات تعطي مؤشرات أحيانا سريعة بناء على معطيات سلبية، تأخذ الحد الأعلى من السلبية في القياس وعلى أساس أنها تعطيك المحاذير.
ولكن ما تصور حقيقة، لأنه الصندوق له إيرادات ثابتة بغض النظر عن الاستثمارات. أيه. صحيح الآن الإنفاق فيه ضخم جدا بحكم عدم المتقاعد، ولكن المؤشر اللي أنا أخشى منه أيه. أن هذا قد يؤثر على نفسية الموظفين في الإحجام عن التقاعد المبكر. أيه. والتقاعد المبكر هو مرحلة مهمة جدا للدولة خلال السنوات القادمة حتى تجديد الدماء والتقليل من البطالة. فهذا المؤشر طرح هذا الموضوع بدون معطيات حقيقية إيه؟ يؤثر على المزاج الموظفين في الخطوات للتقاعد المبكر. ممتاز دكتور عبد الرحمن، أنت طبعا باعتبارك متقاعد نبغى نشوف يعني هل هم عمدوا إلى هذا التحذير من باب يعني تولي كما يقول مثل يعني ولي من الأصابع قبل الفلقة، أو أنه فقط من باب التحفيز؟ لا هو شوف يعني هذه القضية ما هي جديدة. أنا من يمكن من أولى سنوات وجودي في الشورى وكل ما يأتي تقرير الصندوق أو المصلحة عفوا يعني تثار قضية أن الدراسات الاكتوارية المستقبلية المالية يعني تضع احتمالات كبيرة بأنها سيفلس الصندوق في يوم من الأيام، أو أن دخوله deteriorating سينتهي. وأعتقد أن يعني أهم سبب لهذا الشيء هو سوء الإدارة المالية للصندوق من ناحية الاستثمارات، ومن ناحية أن الصندوق لم يستغل يعني القدرات الكبيرة. يعني المملكة وصلت في السنوات القليلة الماضية القمة في أعداد الموظفين ونسبة ما يصرف من الرواتب، والصندوق يأخذ مبالغ طائلة، ما يأخذه لا زال أكثر مما يصرف سنويا يعني الآن في المرحلة هذه، لكن مستقبلا قد تزيد تنقلب صحيح. وهذا هو التخوف. الصندوق للأسف يعني فعلا لجأ للاستثمارات اللي فيها الريسك عالية مخاطرة قوية جدا، الأسواق الأسهم الدولية والمحلية، وخسر فيها خسائر. كان الأولى بالصندوق أنه يتجه للقطاعات التنموية كالإسكان مثلا أو ما إليه، من بدأ برنامج ضعيف مسكن اسمه أو شيء من النوع ولم ينجح يعني. فكان الأولى بالصندوق أن يتجه لاستثمارات آمنة وقوية، وأعتقد أن يعني إدارة الصندوق تتحمل جزء من المسؤولية. يجب أن يكون هناك محاسبة يعني في كيف أديرت أموال الصندوق في السابق. شيخ حمود، إذا يعني كان هناك بالفعل يعني مخاطر بالإفلاس كما يقال، أنا السؤال عندي يعني إذا كانوا وصلوا لهذا الحد، أين كانت أجهزة الرقابة الحكومية من أنه يعني تحذر من هذه ال... لا طبعا أنا في بداية يعني قبل ما ندخل في الفقرة كنا نتكلم عن الإفلاس. لا أنا أعتقد أن هذه مبالغ فيها. يعني عبارة إفلاس مبالغ فيها حتى في إجراءاتها في التقاضي. يعني إفلاس يحتاج إلى حكم وإلى إشهار وحراسة قضائية، يعني إجراءات. فأنا أستبعد هذه العبارة تماما يعني. وإحنا نعرف أنه كان مصلحة معاشات تقاعد عام 1423 صدق رئيس الوزراء بتحويله إلى مؤسسة يعني مالية لها استقلال مالي وإداري تشرف عليها وزارة المالية. هو صحيح أني يعني أنا كمواطن لا أستطيع أن أعرف كيفية الحزمة المالية التي تدار بها هذه الأموال الكبيرة في المؤسسة، ولا أستطيع حقيقة أن أعرف القيمة المالية عن طريق المحاسب القانوني الذي يفترض أن يراجع حساب المؤسسة باعتبارها مؤسسة لها إيرادات ولها نفقات. لكن الذي حقيقة يعني يتطرق إليه مجلس الشورى وتم مناقشته حتى في الكتاب الاقتصاديين، كانوا يشيرون إلى أن هذه المبالغ الكبيرة يفترض أنها تكون مؤثرة تأثير كبير خاصة في الأزمات الاقتصادية. يعني مثلا إحنا عندنا أزمة مشهورة أزمة الإسكان، التساؤل الكبير وين دوره في حل هذه الأزمة، مثلا أخرى وين دوره مثلا في إنعاش المرافق الحكومية والاستثمارية. يعني العادة مثلا في صندوق الإمارات ترى نسبة الاستقطاع عندهم 5%، احنا عندنا 9% وزيد، والان تم زيادتها رافعه. اذا نسبه كبيره مقابل ما يمكن ان تحدث هذه المؤسسه من ريع حقيقي. هو اشكاليتنا احنا ان اللي يشعر بقيمه هذه المؤسسه هو المتقاعد. يعني المتقاعد في 15 من الشهر ينزل تقاعده. طيب باقي المؤسسات والصناديق
قد يكون لها تأثير، لكن نحن لا نشعر فيها لأن ليس هناك معلومة أنا ممكن حقيقة أني أستقيها أو أستند عليها، لأنها هي في الأصل معلومة مالية، والمعلومة المالية لا يمكنني أنا يعني أثبت صحتها من عدمه إلا بموجود محاسب دفتري يبين لك النفقات والإيرادات التي حصلت لها. ربما مجلس الشورى قدم له تقرير فيها. يمكن أستاذ سلطان، طبعا طرحت فكرة رفع نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين، وأيضا على فكرة أيضا المؤسسة العامة للتأمينات يبدو عندها نفس التوجه مثل مصلحة التقاعد. هل تعتقد أن هذا يعني يقود إلى الحل؟ لا أعرف إذا كان هذا الحل، يعني هذا يمكن بديهيا أنه هذا أبسط شيء أنك تأخذ من الناس زيادة الفلوس فيتكون عندك أرصدة أكثر. لكن يعني لابد أنه في هذه الحالة إذا كاز مثل ما تفضل الدكتور عبد الرحمن أنه يمكن من أكثر من 10 سنوات وهذه وهذه المؤسسة هي نفسها تحذر من أنها ستصل إلى هذه المرحلة قريبا ولم يتحرك أحد، هذه مشكلة. عندنا مشكلة. لو قلت لك أجهزة الرقابة الدولة، أجهزة الرقابة يعني. أنا عندي تساؤل أيضا عن كيف يتم إدارة الأموال العامة مثل هذه المؤسسات الكبرى، يعني المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هم أكبر المستثمرين بجانب صندوق الاستثمارات العامة. صحيح. هو الخطاب هنا موجه للمتقاعدين، يعني التحذير هو موجه إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين في المبالغ التي يتم تحصيلها، يعني نسبة كبيرة من المتقاعدين يستفيدون من المؤسسة في صرف تقاعدهم الشهري، في حين أن إيرادات الصندوق التي ممكن أن تغطي هذه النفقات هي أقل بكثير، وهذه العنوان. يعني بس هو الافتراض أني يعني لا أنتظر استثماراتك حتى تغطي استحقاق التقاعدي. ما يعني ما لي علاقة كيف تستثمر فلوسك، أنا لي علاقة أني في علاقة تعاقدية كان كموظف بيني وبينك علاقة تعاقدية، أنك تعطيني استلزام المخصصات التعاقدية التقاعدية حتى نهاية الفترة اللي تنتهي بنهاية الحياة، يعني في الحالة ولا لا؟ صحيح، هذا النظام. إذا بس إن شاء الله ما وصلنا للمرحلة هذه إن شاء الله. إذا ليست علاقتي، لكن أنا مهتم أنه حتى تكون هذه المؤسسة، المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن يكون لها أدوار مثل ما تفضلت، أن تكون مساهمة في معالجة القضايا الاقتصادية الكبرى ومن أهمها قضية الإسكان، يكون لها دور إيجابي مثل ما تفضلت، وهذا أيضا من الأدوار التي ليست ذات مخاطر عالية. ممتاز. مضمونة. لكن وين لماذا لا توجه؟ من الذي يملك القرار لتوجيه هذا التوجيه؟ عشان الوقت أيضا بنروح إحنا لفاصل ثم موضوع عن الإسكان. نقول بيروقراطية الإسكان تتآكل هو موضوعنا التالي. سعي حكومي جاد لتأمين المسكن لكل مواطن تم ترجمته أخيرا من خلال الإعلان عن نقطة تحول جديدة لصندوق التنمية العقاري، إذ تمت الموافقة على تحويله إلى بنك تمويلي في إطار المحاولات الحكومية المتتالية لإيجاد حلول لأزمة الإسكان. كيف يا شيخ حمود شايف تأثير المتوقع إيجابيا أو سلبيا وذا على دخول الصندوق العقاري كبنك تمويلي وانعكاس ذلك أيضا على السوق العقاري؟ طبعا هو تحول طبيعي جدا، يعني لابد أن يكون هذا الصندوق يتحول إلى رافد مالي حتى تتغير السياسة، لأن الأدوات في السياسة المالية التي نستخدمها في إدارة صندوق حكومي تختلف اختلاف جذري لما يتم تحويله إلى بنك أو إلى مؤسسة مالية عامة. المقصد من هذا أن الصندوق لفترة طويلة جدا، أنت تعرف أن سياسة حكومية يقدم المقترض ويأخذ قرض نسبة معينة وفيه قائمة مقترضين، الآن أصبح حقيقة تحويله إلى مؤسسة مالية هذا أمر رائع، ونحن دائم حقيقة جميلين ورائعين في سن الأنظمة، لكن حقيقة متعثرين ومتأخرين في التنفيذ. لا يمكن للنظام أن ينجح وأن ترى أثر التغيير الحقيقي إلا بالتنفيذ، لأن التنفيذ والعمل هو الذي يحدث لك التغيير. المقصد أن سياسة البنك هنا
لا يمكن أن تنجح إلا تغيرت سياسة الأراضي وسياسة المنح وسياسة رسوم الأراضي. هذه أمور تكاملية تنجح إذا تم التغيير مواكبة مع هذا التغيير. طيب دكتور عبد الرحمن، دخول الصندوق العقاري كبنك تمويلي كيف شايف أنت انعكاسه على أزمة الإسكان؟ يعني أنا أتمنى أن يزيد يعني من نشاط البنك في تمويل السكن. إيه؟ وأنا أعتقد أن الصندوق يعني تاريخ مشرف في إيه؟ في حل أزمة الإسكان منذ أن أنشئ في البداية. وكنت أتمنى بصراحة أن المليارات التي صرفت لهيئة الإسكان ثم وزارة الإسكان أنها أعطيت للصندوق مباشرة بدون هذه الوزارة. إيه؟ ولو يعني لو راحت المليارات اللي وضعت في مشاريع بعضها متأثر وبعضها لم ينتهي وبعضها نفذ التنفيذ سيء الآن من قبل الوزارة، لو أعطيت هذه المبالغ مباشرة للمواطنين كما كان في السابق يبنوا مساكنهم ربما كان هذا أفضل. طيب أعطيك ربع كلمة. اتفضلي. إذا البنك بالشكل الجديد سيكون زي نفس الصندوق بشكله القديم في قضية أنه بيعطيك مبلغ لا يغطي تكلفة بنائك للإسكان، فستظل مشكلة الإسكان قائمة، لن تنحل بحل الناحية الشكلية والقانونية للمؤسسة الجديدة. طبعا يا دكتور طبعا سيتغير. ليه؟ لأن سياسة البنك تعتمد على المقترض ودخله ونسبة ما لديه من ملاءة مالية ما دام صار تمويل. نعم تمويل. أنا بسأل بس الأستاذ سلطان أيضا في هذا موضوع آخر، الآن خلصنا من موضوع الإسكان، عندنا إحنا فقرة جديدة جت اللي هي أنت مع أو ضد. طبعا تعرف الهاشتاج حق السعودية اللي فضحت زوجها اللي قاعد يعني يعكس الشغالة أو يتحرش فيها، وطبعا هذا الهاشتاج حصد يعني متابعة كثيرة ولا ذا. هل أنت مع ما قامت به الزوجة أو أنك ضد ما حدث؟ أولا ضد ما حدث بالكامل، يعني أي. أعتقد أنه تمت إذا كلنا ضد لا أكيد. أقصد يعني تمت محاكمة أي. وصدرت أحكام وتم صحيح. تداول وتدافع ولا الآخر كله على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي. قضية لم أعتقد أنها لم تذهب إلى محكمة ما حتى ممكن أن تفصل فيها، لكن كل الأحكام اللي صدرت حتى انعكاسات على وسائل الإعلام. بس أنت لا أنت مؤيد لسلوك الزوجة أو العكس؟ أنا طبعا شوف الزوجة في هذه الحالة يعني يحكمها ظرف نفسي لا تستطيع أن وقد يعني لا بكل بساطة على فكرة بكل بساطة قد لا تكون زوجة، قد يكون سائق يعني متآمر مع الشغالات، قد يكون أي طرف آخر. القضية أنه يعني لا يمكن أن نحاكم أحد بناء على معلومات ناقصة. خلاص بس دكتور ماجد انت ايش رايك؟ يعني هناك من يعني احنا شفنا في المواقع زوجة حاطة اسمها على حال ما ادري هو حقيقي او لا، وهي تقول هذا هو الشريط وذا على حال. انت مع في ناس كثار يقولون انه هذا ينعكس سلبيا على ابناء الزوجين، وناس يرون انه لا كان يجب ان يتم ردع الزوج. أنا أعتبر هذا جزء من السخف الاجتماعي والفساد في المنظومة الاجتماعية ككل بكل تفاصيلها. يعني وجود مثل هذا الأمر، تداول هذا الأمر، طرح هذا الأمر، حقيقة أنا أشوف أنه حقيقة جزء من الخلل في التكوين الاجتماعي. هل هي لأن هذا أول جيت شرعا فهو مناكف شرعا يعني بنصوص القرآن الصريحة وليست النصوص التأويلية أو التفسيرية، نصوص صريحة. يعني هذا أصلا بيروح للمحاكمة أن هي ارتكبت ذنوب قبل، إذا في حال لو إيه؟ وأنا أقول هذا جزء من الخلل الاجتماعي الذي نحتاج إلى ترميمه. خلاص دكتور عبد الرحمن، هل أنت أول شيء هل تعتقد أن هذا يعني من نتاج الوسائل الحديثة الوسائط الحديثة؟ إلا هو نتاج الوسائط الحديثة بس إيه؟ الوسائط ما هي سبب، الوسائط وسائط يعني إيه؟ وسائل للنشر إيه؟ أنا يصعب علي تصور أن زوجة تقوم بهذا الفعل، صدقوني يعني إيه؟ ما يعني ماني ما اقدر استوعب الزوجة حتى لو زوجها غلط انها ايه؟ تنشره يعني هي ممكن تصوره بس انها تنشره ما اعتقد. ولذلك انا اشك يعني ان حتى ان هذا فخ، لان حتى السيتنج حتى الشغالات عارفات وين يروحن ويجن للمشهد ايه؟ السيتنج، فلدرجه يعني انا فعلا يعني اشك قد يكون مع السائق ايه؟ مع طرف ثالث يمكن ايه؟ هي مؤامرة اللي قاعد. خلينا نشوف المحامي ايش رايك يا شيخ حمود في هذا الجانب. والله يعني ما في شك يعني هو حق محرم يعني شرعا لا يجوز. اول شيء انت شفت انا حقيقة يعني ما شفته كامل صراحة ايه؟ نعم عبد الرحمن عناد شايفه بدقة هي ورايك لا وصف دقيق، لكن هو حقيقة في جانبين ايه؟ الجانب الاول انها اذا فعلت هذا حقيقة فهي حقيقة العقوبة سنة
وغرام 500,000 لكن طبعا هذه لابد من قضاء, يعني القضاء يمحص. طيب والزوج؟ الزوج ان ثبت فعقوبة تأديبية تعزيرية. أيه؟ ان ثبت. أيه؟ يعني انا انا اتصور كيف ان ثبت قاعد يشوف الواحد وشو قاعد يسوي. اي بس هل هذا هو الزوج؟ الموضوع مو موضوع بس انه تصوير وتتامل فيه وكذا. القاضي قبل يصدر الحكم يعني يتامل فيه والى بجن البينات, وهذا ليس بينه كافيه. لكن المقصد حقيقه المستوى الاخلاقي الذي وصلنا اليه. يعني الان كل زوجه يعني يحصل خلاف مع زوجها او فتنه صور او تصوير او مقاطع سيتكون الساعة. بس هذا مو خلاف, هو هذا يعني تحرش. طيب بدرجة عليا. أنا أقصد لماذا هي يعني لم تتقدم بشكوى في مواجهة الزوج دون أن تجرؤ. أنت تريد أن تقول ليتها تقدمت بدون النشر. وأنا أعتقد في الأمانة أنا أعتقد يمكن الموضوع عولج بشكل شخصي وخاص وبين الأسرتين إذا كانت القضية كما وصفت. لا بس الآن أنا أعتقد أن العلاج تم داخليا, لم تصل القضية إلى محكمة ولم تصل إلى أي مكان وتم العلاجها. على كل حال الجهات التحقيقية ويعني ترى لها دور كبير هنا بدون لو حتى لو لم تتحدى بعد القضية في حق عام. والحق العام حقيقة لا يمكن لا يملك أحد أن يشارك. أنا ما عندي خلفية عن الشيخ حمود, بس عندي سؤال أخير في موضوع أيضا حثار حول جدل كبير في الواتساب اللي هو في الـ في الـ في, الـ في الوسائط في تويتر حول واحد هندي طلق زوجته بالواتساب. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يعني في اختلفوا بين طبعا هذه مؤيد ومعارض. هذه فتوى لكن يعني قصدك سؤالي سؤال يقتضي فتوى لكن الذي انا اعرفه حتى في واقع المحاكم انه اذا اقر الزوج نعم يقع الطلاق. بعدين يسالون لكن قبل لو ما سالوه هل ما تم في الواتساب يعتبر طلاق؟ اذا قال ها مثل الرساله. رساله هم على النيه. لو قال انا كنت امزح لا مثلا يقع الطلاق. انا اقول لك الان هو لو قالوا واحد اخذ جوالي وارسل ما انا اقول لك انا اذا اقر بهذا اذا اقر الزوج يعني هذه الرساله صدرت منه بارادته الحقيقيه في اثبات هذا فهو يقع. وبالمناسبه يعني في قضايا اقيمت في المحاكم وكانت دليل الزوجه انها وصلتني رساله من جواله رقم كذا وكذا على جوالي فكذا. هذا عندنا نعم. فعندما سال القاضي قال نعم صحيح فاثبت الطلاق. على حال احنا في زمن الوسائط الحديثه والغرائبيات التي تحدث انتهى وقتي. بقي لي ان اشكر ضيوفي الكرام الاستاذ سلطان البازعي والدكتور ماجد التركي الدكتور عبد الرحمن العناد الشيخ حمود الناجم. شكر موصول اليكم, نلتقيكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. فمان الله.